وأكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن الدولة عملت على ضمان حقوق الإنسان لكل شخص خطت قدماه أرضها، فاحتضنت ملايين اللاجئين بغض النظر عن دولهم وأعراقهم. وشدد رئيس مجلس الشيوخ على أن مصر مستمرة في جهودها لتعزيز وصون حقوق الإنسان كافة في إطار رؤيتها الوطنية، وتلبية لطموحات جميع المصريين بما يضمن للوطن أمنه واستقراره، فشعب مصر يسعى للأفضل دائما. We'll be right back.